بعض النظريات بتقول بأنه أنت تحتاج نصف عدد السنين اللي استمرت في هاي العلاقة اللي أنت عم تتخطاها لحتى تقدر تتعافى منها. طب إذا كان شخص كان في علاقة لمدة 20 سنة في زواج وبعدين انتهى هذا الزواج، هذا معنى ذلك خلص ما يعني ما عندوش أي فرص أخرى. شو رأيك قصي؟ مدة التخطي هاي ما لها علاقة بعدد معين، ممكن أحد يعمل نظرية لكن ما في، ما بتقدر أنت تربطها بالبشرية كلها. لكن إذا كان عندك مفاهيم حقيقية وصحيحة عن الحب والعلاقات، أنت فعلياً في ناس أتفق معهم إنه فعلاً أنت ما راح تنسى هذا تحبه، لكن أنت ما راح تكون متعلق فيه. الحب والتعلق شيئان. بتتخطى الألم يعني بتتخطى التجربة السلبية على الأقل وبتفضل الذكريات يعني. لكن المدة بحكمها وعي الشخص، إذا هو فهم العلاقة هي عبارة عن تجربة إليك تقدر تختبر نفسك من جوا، تعرف شو بجواتك، لأنه انسجامك مع هذا الشخص ليس عبثي. في أشياء أنت لازم يعني شريك الحياة هو أكثر شخص ممكن يعطيك مؤشرات عن نفسك ويعطيك فيدباك تعرفها، هو ما تولد بحياتك عبثيا، مرآتك، فأنت بحاجة لمساعدة، لأنه أغلب الناس بيكون مش واعي، بيكون تحت تأثير العاطفة جدا ومنفعل ومش قادر يكمل حياته. هذا تعلق شديد لأنك أنت فاقد لقيمتك الشخصية وكل قيمتك تستمدها من هذا الطرف الآخر، خصوصا في موضوع التعلق. فبتلاقيه هو انفعالي وراح بدي أرتبط هسه ونزل صورتي على الستوري وصورة خاتم وإيدها وإيده مش عارف شو، وبتعرف هاي الأجواء ويلمح كل حياته تلميح بتلميح. هذا مش حياة شخص. الشخص الواعي ما بيحتاج يعمل هاي الأشياء، بنفصله بطريقة راقية وبيكمل حياته بطريقة لطيفة وبدرس شخصيته وبدرس التجربة، ما بيكون دائما عايش في موضوع اللي كل شوي الإكس والإكس، تعرف مصطلح صار حتى العرب يستخدمه اللي هو الشريك السابق والإكس، لا الإكس كان يحب هذا الإشي والإكس ما كانش يحب هذا، مبين أنت معك عايش في التجربة الماضية، أنت مش قادر تعيش حياة أخرى لأنك أنت في عندك تعلق، هذا التعلق سببه أنك أنت قيمتك لسه مش عارفها صح، مش عارف قيمك الشخصية حتى تنسجم من جديد بعلاقة جديدة وصحية. فأغلب الناس الموضوع كمان بحاجة لإرادة من هذا الشخص إنه يتخطى هاي التجربة السلبية اللي مر فيها بحياته، بغض النظر عن المدة الزمنية، بس من المؤكد إنه بعد ما يكون عنده هاي الإرادة الموضوع مش المفروض ياخد يعني سنين. والله هو إذا كان الشخص واعي فعليا ممكن بخلال نفس اللحظة يخلص الأمور، بس مش بروح مباشرة. برضو أنت رحت يعني لجانب متطرف، مش معقول برضو حب 20 سنة يخلص وينتهي وننساه بيوم يعني. برضو صحيح كلامي هو صح؟ قلت لك هو أنه أفهم انتهت العلاقة لها عمر معين، خلاص انتهت أوكي ما في مشكلة، بس أنا مش بنهي الشخص وبصير بدي أنتقم منه. هذا دليل أنك ما كنت بحب أصلا، في علامات أنك أنت مش كنتش تحب أو أنت ما زلت مجروح ولم تتخطى الجرح.